إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وفاة الفنان والإعلامي المصري القدير سعد عباس بفيروس كورونا. توفي الإعلامي المصري سعد عباس صباح اليوم بعد صراع مع المرض وإصابته بفيروس كورونا. وخضع سعد عباس للعلاج قبل أن تتدهور حالته خلال الساعات الأخيرة داخل إحدى مستشفيات القاهرة. ونعى الراحل الإعلامي بلال علام عبر حسابه بتويتر قائلا: خالص العزاء لأخي الحبيب الإعلامي الأستاذ محمد عباس في وفاة شقيقه الأكبر الإعلامي اللواء سعد عباس. أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر عائلته، وإن لله وإن إليه راجعون. كما نعى الفنان المصري مجدي صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك الراحل سعد عباس، وقال صبحي: هذا الرجل الذي وقف بجانبي وقفة رجل شريف عندما أنتج لي برنامج المشاكس، وكان وقتها رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. إنه الصديق الغالي سيادة اللواء سعد عباس، رحمك الله ومسواك الجنة بإذن الله. وعاش الراحل في معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، وتدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة داخل إحدى مستشفيات القاهرة وتوفي فيه. يذكر أن عباس شغل العديد من المناصب في مؤسسة التلفزيون، حيث كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن مسبيرو، ثم تولى منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة قبل أن تتم ترقيته رئيسا للشركة. كما تولى منصب وكيل أول وزارة الإعلام السابق، ولقب عباس بعمدة مسبيرو، خاصة إنه كان يحظى بعلاقات قوية مع القيادات والعاملين في المبنى، خاصة في الفترة الأخيرة التي تولي فيها رئاسة أمن مسبيرو.